نهار الخميس في العشية ديال هذا الأسبوع هذا جيت من العمل، صليت العشاء، خرجت لبرا، وقفت تلقى نسيبي كيتسنى فيا، قال لي أجي راه كاين واحد المشكلة واقعة. قلت له شنو بحالاش؟ قال لي الله معايا، راه واحد السيد كيتكرفس على ولدك. أنا كي سمعت كيتكرفس على ولدي كيسحب لي واش شي مضاربة ولا شي حاجة، ألوغ ميت غادي معاه. قال لي هاد السيد راه أنا بحثت ولدك، سمعت الناس تيهضرو في الجامع وعرفتهم تيهضرو على ولدك، وملي مشيت جيتو سولتو قال لي بأن راه داكشي كاين. قلت له شنو اللي كاين؟ قال لي راه كيغتصب لك ولدك. مشيت أنا ما نكذبش عليكم، مشيت للباب دقينا عليه، عرفت أنا داك السيد، حيت أنا ملي قال لي ما شكون عارفه، ولكن ملي دق وخرج عرفته، وكنشوفو كيصلي معاه في الجامع دائما. أنا مشيت فواحد الحالة هيستيريا، ما نقدرش نقول لكم كيفاش نوصفها لكم، ما نصبتش منين ندوز لي باش ندير لي. المهم قالوا الناس ما ديرش في يدك ما دير والو، غادي تمشي لعند رجال الدارك وتديكلاري به. فعلا مشيت لابريكاد، مشيت عند رجال الدارك الله يجازيهم بخير، اللي ما كاملاش نص ساعه جاوا معايا واعتقلوه. داوه عمرنا محضر، بقيت معاهم مع رجال الدارك تمايت تقريبا حتى الجوج ونص ديال الليل. تعمرنا محضر، اتصلنا بواحد الجمعيه ديال حقوق الطفل، النساء والطفل. كاينه واحد السيده الله يجازيها بخير، واحد راه واقفه معنا، حتى هي غندير الاجراءات ديالها. المهم انا ملي عمروا لي المحضر رجال الدارك قالوا يسير حتى الغدا مع 8 ونص وجي. خد لي مع 8 ونص ملي جيت، عاود مشى معايا واحد رجل الدارك عاوتاني، مشينا للمحكمة خدينا واحد الخبرة ودزنا لابن رشد. تما داروا الخبرة لابن ديالي وجدينا جبناها لعند رجال الدارك. بالفعل ملي وصلنا لعند رجال الدارك عطيتها لهم، قالوا لي دابا انت ما بقاش حتى الغدا ان شاء الله، راه غتمشي التوصي دابا كمل، غدا ان شاء الله راه غتمشي المحكمة. استنطق ولدي واستنطق هذاك الجاني، وانا ذاك الجاني راه كيبلغ في 54 عام في عمره، وكيقول بانه كان مزوج ومطلق، وانا راه ما بردش ليا قلبي ديال ليه، رانا ما صايبش كيفاش غندير. دابا انا النفسيه ديالي راه طايحه، ولدي كثر وخوتو امو راه ما كناكلو ما كنشربو، راه يعني هادشي اللي وقع ليا راه ما يتصورش على البال. انا الولد ديالي عنده اعاقه ذهنيه وخو كيخاف، وني استغل الضعف ديالو هاد السيد، حيت هو كيلقاه في الجامع ديما كيمشي كيصلي، كيمشي في الصباح، كيمشي في اي وقت ديال الصلاه كاين، شافو دريويش وخواف وداكشي، قال لي ومعاه هو مبلي في الصلاه ومسجد، قال لي اجي معايا غادي نعطيك واحد الكتيبه تقراهم. ملي دخلوا للدار سد عليه الباب وقال لي غتحيد حويجك ولا غوتي غنقتلك. قال له ما تقول حتى شي واحد اللي قلتيها لهم نقتلك. وفعلا اغتصب لي ولدي، وملي خرج قال لي الا قلتي شي واحد دبر راسك. ولدي ما قدرش يصفر، قال لشي حد في الدراري، وهذاك الحد ضيعها، وبقات تسمع نسيبي هي فين قال لي انايا. وهذا الشيء وقع اليوم الله يجازيكم بخير. انا راه النفسيه ديالي تاعو ولدي كذلك، اللي كيعرف شي طبيب نساني اللي غادي يشوف من الحاله ديال الابن ديالي، وكيعرف شي مدرسه اللي غادي تفاجئ عليه، دابا هو راه في حاله يورث عليها. انا اش نقول لكم؟ الله يجازيكم بخير. وهذا الشيء اللي كاين حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.